تحمل المسؤولية. ننتقل إلى آخر خبر في هذه الجولة معك ومع كل مشاهدينا الكرام. نقرأ: مصر ترفض استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصر مصر والسودان هو أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدي لعواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة. وطالب شكري خلال جلسة عامة بمجلس النواب المصري يوم الأربعاء، طلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ التي تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات فيمكن لهم المجتمعين طلب التوفيق والوساطة. ولفتت إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولي من قبل، وأكد أن التناول العلمي والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل. وزير الخارجية المصري يقول أيضا أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية في الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعي حقوق الدول الثلاثة. وأكد شكري أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائم على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاث من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا واتفاق منصف لتغطية سد النهضة. شدد على أن مصر منفتحة على الحوار والتواصل وأن الدولة المصرية تعي مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم في المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي. وأشار شكري إلى أهمية تضافر السودان مع مصر في هذه القضية الحيوية بمنطلق وحدة المصير واتفاقية 59-900 الميلاد التي تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها، الحفاظ على حقوق الشعبين. يعني الطريف أن هذا الخبر اختتم باتفاقية 59 التي يتحفظ عليها كثير جدا من السودانيين، يعتبرون يعني هذه الاتفاقية كانت ظالمة بشكل كبير للسودان. عموما السودان موقفه الآن من هذا الأمر، يعني ما هو الموقف الواضح لحكومة السودان من ملء السد وأيضا التشغيل؟ السودان زي ما قلنا قبل كده هو زي يعني من سير المفاوضات يعني كأنه أصبح وسيط، يعني صحيح السودان ممكن يتضرر أيضا ولابد أنه يتابع ملء السد وكذا 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 وكذا، لكن يبدو أنه في أشياء كثيرة هو ما مضرر منها بشكل أساسي أصبح شبه الوسيط. لكن يعني حتى أصلا قبل 3 يوم الخبر بتاع أنه اتفق الأطراف الثلاثة اتفقوا صحيح في أديس على ملء السد في 7 سنوات، وده المقترح المصري. أنا مما شفت أن وكالات الأنباء المختلفة نقلت الخبر هنا أنه حديث أحاديث سودانية حول الاتفاق حول فالموضوع، يعني شعرت بأنه الأخوة في مصر عندهم رأي في الموضوع ده، فما لا أدري هل لم يتم الاتفاق أم أن للمصريين أيضا مطالب أخرى غير فترة السد، لأنه كان الخبير المياه مفتي كان تحدث عن أنه الاتفاق حول فترة الملء فقط مفخخ، لأنه أيضا هناك أشياء أخرى تاريخية ومن حق مصر أنها تتحرك أنه تتخوف في هذه المسألة، لأنه مصر هبة النيل، يعني لو النيل أصبح ما فيه بتبقى مشكلة كبيرة، ومن حق إثيوبيا أيضا أنها تستفيد من مياهها بالقدر الذي لا يتضرر منه آخرون، يعني في ظل أنه حتى الاتفاقات الموجودة 1959-1929 الدول المنبع غالبا بتفتكر أنه ده كان اتفاق موقع من وراء ظهرها مع الاستعمار البريطاني. طيب أستاذ الشيخ، يعني عفوا في عجالة ضيق الزمن سريعا، يعني كثير شهدنا جلسات التفاوض لملء سد النهضة أو قضايا سد النهضة، خاصة في الاجتماع الأخير الذي ضم رؤساء خارجية الدول الثلاث في الولايات المتحدة مع اللقاء بدونالد ترامب. يعني هل إذا ما تم الاتفاق سوف يلجأ بالتحديد إلى وساطة خارجية تدخلت في هذا الموضوع أم ماذا؟ أنا أعتقد أنه لأنه أصلا حتى في اتفاق المبادئ اللي وقعوه الرؤساء السودان وأثيوبيا ومصر بيشير إلى أن الناس يلجأوا إذا اختلفوا. أنا بفتكر أنه الأمر محتاج
الى وساطه، وساطه محترمه بعيدا عن لانه انا شايف الشد والجذب بين دولتي اثيوبيا ومصر فيه كثير من الفهلوه وكثير من من قوه الراس يعني. بلق حد من التعقيد. احنا مقدرين جدا استاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع الشروق على الاضاءات والاضافات، كثر خيرك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.